وخلينا نقول النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا في صباح الخير يا مصر. الحلقة هتكون خاصة، هنناقش فيها قضية كانت محور اهتمام الناس والمجتمع خلال الفترة اللي فاتت. القضية هي قضية استغلال البعض لأحلام الثراء السريع، أحلام عند ناس كتير إن هي تكسب من غير ما تشتغل، وناس تضحك عليهم، وناس تاخد فلوسهم بحجة توظيفها واستثمارها في التجارة مقابل أرباح شهرية كبيرة. قضية المستريحين طبعا كلنا عارفين إن هي القضية الأبرز خلال السنوات الأخيرة. صحيح، ويمكن كمان دلوقتي واحنا بنتكلم عن يمكن أزمة اقتصادية عالمية بالتأكيد العالم كله هيعاني منها، وبالتأكيد هتأثر على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري، وده يمكن يخلي الناس تفكر في مسألة إنه إزاي أكسب أكتر في وقت قليل. فالقضية الحقيقة إنها بتشغل الناس كلها، ومسألة إنه واحد ياخد فلوس الناس يشغلها ويديها مكسب سريع أو مكسب أكبر من اللي ممكن تاخده من شهادة في البنك أو من يعني مشروع صغير يعمله ويكسب منه. فالحقيقة هنا أنه ده اللي خلانا نحس أنه لازم نتكلم عن الموضوع ونسلط الضوء أكتر على إزاي نوعي الناس من خطورة مسألة النصب، والناس اللي بتحاول أنها تتلاعب بعقولهم وتستولي على فلوسهم، خصوصا بعد يمكن الكم الكبير من القضايا اللي شفناها في عدد من المحافظات، ويمكن كان آخرها قضية مستريح أسوان اللي أخذ ملايين الجنيهات من أهالينا في محافظة أسوان وهرب، وبعدها قدرت أجهزة وزارة الداخلية أنها بالفعل تقبض عليه، ويمكن لما تقبض عليه كان معاه تقريبا حوالي 10 مليون جنيه. 2 مليار جنيه محمود مصطفى، البنك ال 35 سنة وقدر يقنع ناس كتير ان هو يوظف فلوسهم، قال في البهايم ومش عارف في استثمار ان هو يجيب ايه. والغريب ان الناس لما سالوه قالوا احنا كنا فاكرينه هيتاجر في المخدرات والسلاح. موضوع برضه غريب جدا سيكولوجيا، يعني المصريين ازاي بيفكروا؟ طب ما انت عندك في المشروعات الصغيره ممكن تشتغل فيها، عندك البنوك ممكن تحط فيها فلوس، ازاي يعني؟ سؤال مش قادر استوعبه يا هدير، ازاي اهالينا اللي وقعوا في فخ النصابين دول ما خدوش بالهم من نظريه منطقيه بسيطه جدا؟ هل في مكان في العالم كله ممكن يدي ارباح شهريه بنسبه 40 و50% نظير الاستثمار، وخصوصا كمان في ظل الاوضاع الصعبه اللي بيشهدها العالم اليومين دول؟ سؤال غريب وانا فعلا مش فاهمه. للاسف الشديد الجهل بيلعب دور كبير جدا في القصه دي. هي الفكرة أنه مسألة أنه الثراء السريع يمكن يخلي الناس كتير ما تفكرش أصلاً هو اللي هياخد الفلوس هيعمل بيها إيه، هو بيبقى شايف أنه هو اللي واخد المسؤولية على عاتقه، فأنا ماليش دعوة، ويمكن بيعمل كده اقتداءً مثلاً بصديقه أو بجاره، أنه أو يمكن هو ما بيبقاش عنده، بيبقى عنده حسن نية كمان في اللي أخذ منه الفلوس دي. لكن هي المسألة أنه أنا المفروض أتحقق من اللي بيحصل، لأنه صعب جدا يكون في حد بيديني 40 و50% فوائد أو مكسب على الفلوس، فده يعني شيء لازم يخليني أستغرب وأتحقق من اللي بيحصل. طيب خلينا نمشي في الـ يعني القنوات الشرعية لمسألة المكسب دي. الدولة المصرية بتوفر مشروعات ومبادرات ممكن حضرتك تروح تستثمر فيها، زي مثلا المبادرات اللي بنسمع عنها، مبادرة مشروعك مثلا، المبادرة اللي سبق وأطلقتها وزارة التنمية المحلية في المحافظات، وكانت بتستهدف من خلالها الشباب اللي عاوز يفتح مشاريع صغيرة، ويعني كان بيروح الشاب لأقرب وحدة محلية في القرية بتاعته أو المركز التابع ليه، وبياخد قرض بمنتهى السهولة، ومن خلال هذا القرض بيفتح مشروع. مش كده بس، ده يعني جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عامل تسهيلات للناس اللي عايزة قرض علشان تبدأ مشروعها. على أي حال النهاردة هنجاوب على أسئلة كتير ومعلومات أكتر تخص هذه القضية. هنسأل إزاي نستثمر فلوسنا في المكان الصح، إزاي نبعد عن أي نصاب بيحاول ينصب شباكه حوالينا، إزاي أيضا نقدر نفهم هل في حد في العالم كله يقدر يدي فوائد بتصل إلى 40 و50% على مجمل الأموال. سؤال طبعا يعني إحنا محتاجين نفكر فيه بشيء من العقل، ونثق شوية في المؤسسات الحقيقية، وحتى لو مش هتحط في البنك فعندك مشروعات تقدر تشتغل بيها أو تشغل بيها فلوسك بشكل شرعي. 2 مليار جنيه مصطفى البنك، هي برضه هي المشكله انه النوع ده من التجاره طبعا الغير مشروعه بيفسد على التجار الحقيقيين حياتهم وبيخليهم، يمكن ده كان اتقال على لسان احد التجار في اسوان اللي كان بيتاجر في المشاية، انه بسبب مستريح اسوان هو ما بقاش قادر يتاجر في المشاية، لانه طبعا بقى بيبيع باسعار اقل، صحيح اخذ السوق كله، فهو بالطريقه دي بيجبر الباقي الناس على انها تشترك في هذا النوع من التجاره. فطبعا
طبعا يعني الحمد لله ان تم القبض عليه، لانه يعني هنا ترجع الحقوق لاصحابها. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، صباح الخير يا مصر.